كيفاش اولا السؤال الاول قبل ما نبداو الاشاعات، ولا نبداو باشاعه وحده الاولى بعد عاد ندوزو لهذا، كيقول لك بان الكورونا فيروس كيدير العجز الجنسي، يعني 80% ديال المتعافين بالكورونا فيروس لقاو بان عندهم عجز جنسي. انا كنظن ان اي واحد كيبغي يقنع عامه الناس بالنجاعه ديال شي علاج ولا بالضروره ديال انه يقوم بشي نصائح ولا مسائل، كيجبد هذه المساله ديال العجز الجنسي، لانه في المخيله ديال كاع الناس وديال المغاربه ولا حتى اللي ماشي مغاربه، هذه مساله كتقيس ماشي غير الجانب الطبي، كتقيس الجانب الطبي والاجتماعي والرجوله والى اخره. هذه الاشاعه على اساس لها من الصحه، وما كاين حتى شي دراسه كتقول ان 80% ديال المعافين عندهم عجز جنسي، والا كنظن ان فناء البشريه غادي يكون السنه المقبله اذا كانت هذه الاشاعه صحيحه. واخا يقال ان واحد الفيروس اليوم خرج جديد سميتو هانتا فيروس، تصاب فيه واحد الصيني اليوم مات به، كيقول لك هو اكثر قسوه وعنفوانا وعنفا من الكورونا فيروس. كوساسوا هانتا فيروس اللي اظن فيروس كينتقل ما بين القوارض يعني لي غا والانسان، وعلى حسب معرفتي لا ينتقل بشكل ابيديميك ما بين الانسان والانسان. كاين مجموعه من الفيروسات اخرى اللي النسبه ديال يعني الوفيات فيها كبيره بزاف من كورونا فيروس، فهمتي؟ ايبولا فيروس النسبه ديال الوفيات ديالو كثيره بزاف. المرس اللي كان بدا في الشرق الاوسط وكان عنده واحد بؤره انتشار محدده، كانت نسبه الوفيات فيه 20%، فاحنا بعد بزاف على 1% و2% من الكوفيد. واش كاينين في العالم دابا بكتيريات او فيروسات اشد فتكا من الكوفيد 19؟ كاينين، ولكن هذا هو ماشي هذا المشكل، هذا راه مساله مؤكده. المشكله هو احنا امام فيروس اللي واخا النسبه ديال يعني الوفيات الناجمه عنه كتبان لنا قليله، ولكن طرق العدوى وسرعه الانتشار ديالو غير اعتياديه، وغادي تحط على المحك جميع الانظمه الصحيه بما فيها الولايات المتحده الامريكيه والدول الاوروبيه المتقدمه. هذا هو اللي جديد في الكوفيد 19، ماشي هو لو بوتونسييل بروبر ديالو انه يفتك بالناس ولا يقتل بالناس، اللي في اخر المطاف 1% 2% راه يعني ما نسبه الوفيات كما كتعرف انت يعني بالامراض المزمنه الاخرى وبالسرطانات وبفيروسات اخرى ممكن تكون اكثر بكثير من هذا الكوفيد 19. دونك مره اخرى هذه زعما حتى هي اشاعه اللي ما شي مره كيكون كما كنقولوا كلمه حق اريد بها باطل، معلومه كتكون صحيحه ولكن تستخدم في ان كونتكست اللي ما عنده علاقه بالمعلومه الاصليه.